اعتداء من قبل بعض المرافقين لحالة. الموضوع حصل لما كان اتفاجئت بعربية إسعاف جت المستشفى مع حالة عناية مركزة. تلقيت اتصال هاتفي من دكتور محمود، دكتور الطوارئ والحالات الحرجة، بيبلغني فيه إن في عربية إسعاف جاية من المستشفى العام معاها حالة عناية مركزة. طبعا للأسف هي كانت جاية بدون تنسيق، وأنا ما كانش عندي سرير عناية مركزة وقتها. فنزلت علشان خاطر اتكلم مع المسعف المصاحب لعربيه الاسعاف، وقلت له انت ازاي اصلا جاي المستشفى من غير ما تنسق وتتاكد ان في سرير عنايه مركزه علشان خاطر استقبل الحاله. فوجئت بكم من اللكمات والاعتداء من المرافقين للحاله. عرفت بعد كده طبعا ان هم ولاد الحاله اللي كانت جايه. والطوارئ طبعا اتعرضت لكم كبير جدا من الخسائر. بعدها يعني عملت اتصال هاتفي باسم شرطة السويس عشان أبلغهم بالاعتداء، وبالفعل اتبعتت قوة أمنية اصطحبت المتهمين لاسم السويس وحررنا محضر لإثبات الواقعة. لازم زيادة الوعي الصحي والثقافي لدى المواطن السويسي، بمعنى أن يحصل تفعيل وتطوير للمنظومة الصحية داخل السويس عن طريق الشؤون الصحية ووحداتها التابعة داخل الأرياف أو القرى، فبالتوعية عن طريق التثقيف الصحي، عن طريق المثقفات السكانيات والندوات اللي المفروض تكون موجودة باستمرار من أجل توعية المواطن السويسي. نطلب ان بقى تكون صدور قوانين بتجرم الاعتداء على المنشآت الطبية، صدور قوانين بتحفظ للهيئات والمنشآت الطبية هيبتها، صدور قوانين بتوفر ضمانات لمقدم الخدمة الطبية ان هو يشتغل في ظروف مناسبة. صدور القوانين دي تكون المفروضة على رأس الأجندة التشريعية للمجلس الحالي. لازم يتغير المفهوم، لازم ان احنا نبدأ نفكر ان الصحة في مصر مسألة أمن قومي.